ملي تنبغيو نديفلوبيو دي سيت ويب، ولان هاد لي سيت ويب هادو بغينا يكونوا افيك لا نوفيل تكنولوجي، بغينا نيتيليزيو رياكت او لو في جي اس او لا الانجولار. هنا في هاد لوكا اوني اوبليجي نخدمو بشي اس اس ار او لا اس اس جي بحال نيكست جي اس او لا الجاسبي او لا نوكست او لا حتى انجولار انيفيرسال. من لي زافونتاج ديال هاد لي فريمورك اللي هما سور لي فريمورك فرونت اند، تيوفروا لينا بزاف ديال لي زافونتاج بحال لو كا ديال زيرو كونفيغ، ليتيليزاسيون دو تايب سكريبت، لو سيبور ديال سي او سيرش انجين اوبتيمايزيشن، الفايل سيستم راوتين، يعني ماشي بالضبط اننا حنا نكونفيغور لو سيستم دو روتاج، اون فوا نكريو دي باج هادوك لي باج تيولي اوتوماتيكمون تيلعبو الدور ديال الراوتينغ. وهادشي هذا كاين باغ ديفو في نيكست جي اس، وكاين في الجاسبي وفي النوكست، وكذلك عاوتاني كاين في انجولار انيفيرسال. ولكن اليوم جايب لكم اون اوتر سوليسيون فريمون، شي حاجه اللي هي سوفيستيكي وغيلعب واحد الدور كبير وعنده مستقبل كبير، وربما غادي يقضي على هادو كاع اللي شفنا دابا، نيكست جاسبي نوكست او حتى الانيفيرسال او الانجولار انيفيرسال. هاد لوتي سميتو الاسترو. السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم، وان شاء الله في هاد الفيديو غادي نتعرفوا على الاسترو. الاسترو تلعب نفس الدور ديال نيكست وديال جاسبي ونوكست وكذلك ديال انجولار انيفيرسال، ولكن عنده دوت افونتاج. من لي زافونتاج ديالو انه ما تيحتاج جافا سكريبت، تيتوليزي جافا سكريبت اون فوا تيكون محتاج جافا سكريبت، ماشي بحال هادوك لي زوطخ. لي زوطخ ضروري جافا سكريبت. نعطيكم مثال، مثلا هنا في هاد الكومبوننت الى ما كانش عندنا الاسترو، ما كناش خدامين باسترو، كنا خدامين بلي زوطخ، وربما باش يافيشي الكير هاد الكومبوننت غيخسرو 4 ديال لي سكون. باغ كونت افيك استرو تيولي يخدم 2.3 سكون. كاينه فيه واحد لا تكنيك لي سميتها البارشال هايدريشن، ودي غادي نتعرفوا عليها ان شاء الله عما قريب. والافونتاج الكبير ديال هاد الاسترو ماشي بالضبط انا كتخدم بان سول فريم ورك، مثلا نيكست جي اس ضروري خصك رياكت، في الجاسبي حتى هو سو باز سور رياكت، نوكست سو باز سور فيو جي اس، وهذا اللي هو الانجولار انيفرسال راه باين من السميه تيتباز على الانجولار. على قبل ما نكملوا هاد الفيديو بغيت نقول لكم بانه راه كاينه لا بروموسيون ديال موان 50% سور لي فورماسيون اللي كاينين في برايت كودين. دونك الا كنتو باغي تعلمو جانجو، بايثون، فيو جي اس، نود، سبرينغ بوت، جافا سكريبت، رياكت اي اوتر، يمكن لكم تبينيفيسيو من لا ريدكسيون ديال موان 50%. شوفوا لي ديتاي في لا بارتي ديسكريبسيون ديال هاد الفيديو. نرجعو دابا لاسترو. الا بغينا نخدمو باسترو تيبقى حنا عندنا لو شوا ما بين هاد لي فريمورك، نقدروا نخدموا باسترو افيك رياكت او لا سفيلت، فيو جي اس، سوليد، برياكت، البين، ليت، فانيلا. ونزيدكم حاجه واحده اخرى، والحاجه اللي هي فريمون تري سوفيستيكي في هاد استرو هو انك يمكن لك تكون بيني ما بين هادو كاملين. مثلا في ان سول بروجي استرو بغيت نخدم دي كومبوننت افيك رياكت، وكاينين دوطخ كومبوننت ديجا اكزيست مثلا افيك في جي اس، تا يمكن لي نيتيليزي في جي اس، يعني يكون عندي دي كومبوننت رياكت دي في نفس البروجي، دي كومبوننت سفيلت ودي كومبوننت في جي اس اي اوتر. وهذا سي ان غران افونتاج بالنسبه لي سوسيتي. كاينين دابا دي سوسيتي اللي تيكونوا مثلا خدامين بالنيكست، ضروري خصهم يقلبوا على دي ديفلوبور رياكت. لا ميم شوز بالنسبه للنوكس، ضروري خصهم دي ديفلوبور في جي اس. وبالنسبه للانجولار انيفرسال خاصك ضروري تكون تتميتريزي انجولار. باغ كونتر في استرو نقدر يكون عندي ان ديفلوبور رياكت، ما كاينش مشكل لانه تعرف رياكت. جبت عاوتاني ان اوتر ديفلوبور، هذوك ديفلوبور ما تيفهمش في رياكت، يفهم في جي اس، دونك غيخدم فاسيلمون افيك استرو ويد في جي اس. دو ميم بور سفيلت، بري رياكت، البين. ونتمنوا علاش لا يكون انجولار حتى هو انتيغري. اكطوالمون انجولار ني با انتيغري. وهادو لي زافونتاج. وحاجه واحده اخرى وهو فاسيلمون تيمكن لك تانتيغري تايل وين، يمكن لك فاسيلمون تانتيغري الووردبريس، يمكن لك تيبرجي استرو فاسيلمون سور نيتيليفاي، يمكن لك تيتوليزي بوست سي اس اس
فهاد البروجي استرو ممكن لك تيتوليزي دي باج سوا دوك لي باج يكونوا دو تيب استرو او لا جي اس او لا كذلك يكونوا مارك داون ممكن لك تخدم بتايب سكريبت او لا جافا سكريبت تي جينيري اوتوماتيكمون الار اس اس هادشي كله غادي نشوفوه في لا دوكيمونطاسيون La performance, c'est très très importante parce qu'il y a des sites web. Actuellement, avec Astro, très performant ou très rapide, là je l'ai utilisé JavaScript, sauf le cas où il a quand même JavaScript quelques components, où tu respectes la règle CWV. La règle CWV, il te fait les sites web qu'on a reconnu les moteurs de recherche. Astro راه سيو ديجا اكتيفي تي جينيري ليكوم سيت ماب اوتوماتيكمون ار اس اس كلشي داكشي كاع اللي نتوما محتاجين ديال سيو باغ ديفو كاين في استرو دونك دابا الى مشينا لا دوكيمونطاسيون مشينا الدوكيمونطاسيون ديال استرو بلو بريسيزامون لا بارتي اللي بغيت نوريكم وهو يو اي فريم ورك هنا تيمكن لك كما قلت لكم تستعملوا نامبورت كيل يو اي فريم ورك يعني فريم ورك فرونت اند رياكت بري رياكت سبيلت فيو سوليد ليت او لا كلهم تخدم بهم في نفس البروجي كيلكو كومبوننت افيك رياكت كيلكو كومبوننت افيك سبيلت فيو جي اس اي اوتر وهذا سي ان غران افونتاج فريمون ما كاينش لي زيتر فريم ورك كما قلت لكم تيمكن لكم جينيريو الار اس اس دون فاسون اوتوماتيك لانتيغراسيون intégration facile de n'importe quel framework UI et que les canaquettes intégrées ma Node.js collect hébergé vers facilement Netlify canaquettes intégrées Deno et autres vraiment c'est un framework robuste les réhelp de machakil ولا كنتو باغيين ندير لكم دي تيتوريال على الاسترو كذلك الا كنتو بغيتوني ليه لكم مع شي سي ام اس هيلز بحال مثلا سانيتي او لا السترابي خليو ليا في لا بارتي كومونتير انه فيهم بغيتو نخدمو لا بارتي باك اند وحاجه واحده اخرى هي تري تري امبورطونت في الفورماسيون اللي غادا دار ان شاء الله في البرايت كودين لان في البرايت كودين كاينه انفورماسيون على البيتون كاينه انفورماسيون على جانجو Et radet kon une autre formation, il y a la partie avancée de Django, radet kon REST API sécurisé, ou la partie front-end que naraden consommer avec React and Redux Toolkit. D'abord, ma kinesh radin consommer ma React directement là, radin consommer ha mal Astro, ou radin confie Redux Toolkit, inshallah, mais à l'implémentation dial JWT, les radin généré, mais l'API, les radin développé ma Django, inshallah. كما قلت لكم بينيفيسيوم لا ريدكسيون ديال موان 50% غادي تلقاو لو كوبون في لا بارتي ديسكريبسيون كان معكم محمد ابراهيم من برايت كودين السلام عليكم